اكتوبر، يعني الراجل ده بعد حوالي شهرين وحاجه طلع قال يا جماعه قناه السويس هي سبب ازمه الدولار. عشان تشوف بقى الموضوع كله على بعضه، في مقال كتب الاستاذ احمد ذكر الله اسمه المال الضائع، والمقال اسمه اين تذهب اموال قناه السويس وبقيه الايرادات بتاعتها. شوف كده في المقال ده، خدنا منه اجزاء مقال الحقيقه رائع. العهده عليكم، انا هنعرض المقال وانت بقيسه بعقلك كده. اتفرج اهو، ادي المقال اهو، المال الضائع اين تذهب اموال قناه السويس وبقيه الايرادات. بيقول بقى رغم ان كل بند من بنود الايرادات الضريبيه يحتاج الى تدقيق ومراجعه، الا ان بنود الايرادات غير الضريبيه جاءت محيره تماما، وعلى راسها الحصيله المتوقع سدادها للخزانه العامه من قناه السويس، والتي قدرتها وزاره الماليه بحوالي 33 مليار جنيه ونص، انخفاضا عن 36 مليار جنيه توقعتها وزاره الماليه كحصيله في المال في العام المالي الحالي. وقد حققت قناة الإيرادات إجمالية بلغت 5.9 مليار دولار سنة 19، بما يقارب 97 مليار جنيه، وعلى فرض سعر الصرف كان 16.5 للدولار، ذلك يعني أن هيئة القناة تورد تلت الحصيلة فقط إلى وزارة المالية. ويؤكد تتبع إيرادات قناة السويس وحقوق وزارة المالية منها أن توريد التلت من حصيلة القناة أقل من 2 مليار دولار هو المعمول به خلال السنوات، يعني القناة بتورد تلت بس. وهو ما يعني ببساطة أن الموازنة العامة تحتاج إلى 4 سنوات كاملة لكي تسترد ما أنفق على مشروع التفريعة الجديدة، وأن الإيراد الصافي للقناة بعد خصم أقساط تكلفة التفريعة هو صفري حتى الآن، هذا على فرض استبعاد أقساط القرضين اللذين أو الدين أقساط القرضين الدين اضطرت اللذين اضطرت هيئة قناة السويس لاقتراضهم لسداد مستحقات شركات الحفر. توالي تحصيل الموازنة العامة أو توالي سلسلة إيرادات القناة فقط يفتح باب التساؤل المشروع حول أين تذهب باقي إيرادات قناة، وكيف تتسرب خارج الموازنة العامة للدولة، وهل من المنطقي أنك تنفق الهيئة تلتين الإيرادات يعني حوالي 60 مليار جنيه على مصروفات التشغيل وأجور العاملين ومكافأة العاملين الذين يبلغ عددهم 25 ألف عامل فقط؟ يعني هل معقولة بتصرف 60 مليار جنيه على 25 ألف عامل؟ على حسب تصريح مميش. والذي نفى سابقا أن تكون هناك أي مخصصات من إيرادات القناة تذهب إلى جهات سيادية بعينها أو إلى رئاسة الجمهورية، وأكد مميش قبل كده أن جميع الإيرادات تذهب إلى الموازنة العامة للدولة. طيب بيقارن بقى صاحب المقال ده مع وزارة التعليم، قال لك والمقارنة فإن وزارة التربية والتعليم يعمل بها خلي بالك القناة بيشتغل فيها 25 ألف عامل. الراجل بيقول لك المقارنة فإن وزارة التعليم يعمل بها 1,700,000، وبلغت كامل مخصصاتها للعام المالي الحالي 132 مليار جنيه. ال 132 مليار جنيه 80% منهم أجور، منها 105 مليار جنيه، وهذا يعني ان 25 ألف موظف بس في قناة السويس بينفقون اكتر من 1,000,000 موظف وزارة التعليم، ده بفرض صحة عدم تسرب ايرادات القناة الى جهات سيادية. طيب انت فاهم حاجة؟ انت فاهم حاجة؟ مش فاهم، عايز تفهم؟ عايز تفهم صح؟ تعال نشوف كده الموضوع ده بالراحة مع بعض كده واحدة واحدة. ماشي يا علي، العب يا علي. عجائب الموازنة المصرية، يلا. طيب الجهات قناة السويس وزارة التربية والتعليم، ده المقال، ده اختصار المقال، ودي المقارنة اللي في المقال، خلاص؟ خلينا كده مع بعض واحدة واحدة نقارن. المقال بيقارن ما بين وزارة التعليم في مصر وما بين قناة السويس. بيقول لك عدد العاملين في القناة 25,000 طبقا لتصريح مهاب مميش الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، قال أنا عندي 25,000 عامل بيشتغلوا في هيئة قناة السويس. كلام جميل. عدد العاملين في وزارة التربية والتعليم 1,700,000، ده المقارنة بين هيئة قناة السويس ووزارة التعليم. نكمل نلعب بقى، دول بقى بيصرفوا كام ودول بيصرفوا كام؟ نشوف مصروفات وأجور في موازنة 2020
ال 25,000 عامل اللي في قناة السويس بيصرف عليهم مكافآت وأجور وحاجات وشقلبازات وكل حاجات دي 60 مليار جنيه، اللي هو تقريبا يعني تلتين دخل قناة السويس. حلو، تلتين. ما هو قال لك التلت بيروح للموازنة العامة للدولة، طب التلتين بيروحوا فين؟ التلتين بتوع دخل قناة السويس بيروحوا فين؟ ما هو مش طلع حاشا وكلا ما فيش أي فلوس بتطلع من قناة السويس لأي جهة سيادية. حلو قوي، يعني أنت عندك 25,000 عامل بتصرف عليهم 60 مليار، 60 مليار جنيه. أوكي، هنا بقى على المليون و700 موظف، 700,000 موظف بيتصرف عليهم 105 مليون، 105 مليار جنيه. أنا طبعًا دلوقتي صاحبي حاج علي زمانه بيضحك عليا في الحسابات، لكن والله خلينا نقسمها نصيب الواحد أهو. يعني ال 60 مليار اللي بتصرف على 25 مليون، على 25,000، يبقى نصيب بتتكلم بجد؟ بتتكلم بجد؟ لما أصحابنا في الكنترول في الإعداد قسموا ال 60 مليار على 25,000، طلع كل موظف في قناة السويس بيروح له 2 مليون و400 ألف. يا جماعة يا مشاهدين، راجعوا تاني ورا الإعداد، الإعداد ممكن يغلط. 60 مليار جنيه بتصرف على العاملين في هيئة قناة السويس اللي هم 25 ألف واحد. اقسم اضرب اطرح اجمع وطلع بقى نصيب الفرد كام. هم طلعوا نصيب الفرد في هيئة قناة السويس 2 مليون و400 ألف. نصيب بقى المليون و700 ألف 62 ألف جنيه، 62 ألف جنيه. احنا بنتكلم في السنة، ها بنتكلم في السنة مش في الشهر، يعني 62 ألف جنيه للشخص فيهم. شايف الفرق قد ايه؟ شايف المال الضايع، المال السايب موصل لفين؟ ده بافتراض ان كلام وهم مش صح، لانه هات لي المقال من اوله يا علي كده عشان بس الناس تفهم الحزبه جت ازاي. في بعض الناس دلوقتي ما شربتش الشاي، ما عملتش حاجه، لا هات كلام الراجل بتاع المقال، مش ده، مش ده، سيبك منه. المقال نفسه اين تذهب؟ ايوه المال الضائع اين تذهب. اطلع كده، اطلع كمان يا علي بقلب جامد، اطلع زج فوق، زج فوق اهو. بيقول لك اقف هنا، اقف ما تطلعش. بيقول لك اهو ان وزاره الماليه قدرت العائد من قناة السويس بحوالي 33 مليار ونص، انخفاض عن ال 36 مليار اللي توقعتها قبل كده. يعني هي كانت توقعت ان القناة هتجيب 36 مليار، دخلت لها القناة 33 مليار، خلاص؟ يعني القناة حققت ايرادات اجمالي بلغت 5 مليار جنيه، 5 مليار دولار خلال سنة 19، يعني 97 مليار. حلو؟ على فرض بقى ان الدولار ب 16 ونص كان في 2019، يعني ان هيئه قناه السويس وردت تلت الحصيله دي لوزاره الماليه. 97 مليار وردت القناه، وردت لوزاره الماليه تلتها بس. طب التلتين راحوا فين؟ وزاره الماليه انها توريد تلت من حصيله القناه اقل من 2 مليار دولار تقريبا هو المعمول به خلال السنوات الاخيره، يعني بقى لهم كذا سنه قناة السويس بتورد لوزارة المالية بس 2 مليار من الخمسة ونص، ده إذا كانت خمسة ونص يعني. وهو ما يعني ببساطة أن الموازنة العامة تحتاج إلى 4 سنوات كاملة عشان تسترد ما أنفق على مشروع التفريعة، وإن الإيراد الصافي للقناة بعد خصم أقساط تكلفة التفريعة صفر حتى الآن. اطلع بقى فوق شوية كده، اطلع فوق شوية كمان، اطلع بقى فوق كمان 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 بس وقف هنا. وأن الإيراد الصافي للقناة بعد خصم صفر، هذا على فرض استبعاد اقساط القرضين اللذين اضطرت الهيئه قناه السويس لاقتراضهما لسداد مستحقات شركه الحفر. طيب توالى تحصيل الموازنه العامه او توالى تلت ايرادات القناه فقط يفتح باب السؤال. توالي يعني كل سنه بقى لهم اكثر من سنه بيوردوا بس تلت الايراد. حول اين تذهب السؤال بقى؟ اين تذهب باقي ايرادات القناه؟ وكيف تتسرب خارج الموازنه العامه للدوله؟ وهل من المنطقي ان القناه بتصرف تلتين الايرادات اللي هو 60 مليار، احنا قلنا الايراد 97 مليار بفرض ان الدولار ب 16 ونص، يعني تلتين الايراد اللي هو 60 مليار بيتصرف على مصروفات التشغيل واجور مكافئات العاملين
اللي عددهم 25,000 عامل فقط طبقا لتصريح اللواء مهم مش 60 مليار هيئة قناة السويس. وهل من المنطقي ان هيئة قناة السويس تخبي عن الدولة أرباح القناة أو ما تديش للدولة أرباح القناة بالكامل؟ يعني هل من المنطقي إن قناة السويس بقت دولة داخل دولة؟ يجي لها 5 مليار وحاجات تدي 2 مليار للدولة وتضرب الباقي في جيبها هي؟ هل ده منطقي؟ هل أنت في دولة؟ معقولة أنت في دولة إيرادات أهم مشروع في مصر قناة السويس تلتينه بيتضرب في جيوب القناة؟ تحت أي اسم؟ وبتصرف فين؟